عقدنا مباحثات طويلة مع الأخ المناضل الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية. المباحثات كانت مثمرة، تناولت الأوضاع في كل البلاد العربية وبشكل خاص الأوضاع في فلسطين، تفاهم واسع بين الرئيس الباجي وبيننا في إطار العلاقات التاريخية مع شعب تونس والعلاقات الخاصة الصديقة بين حواتمة والأخ الرئيس الباجي قائد السبسي لعشريات من السنين في النضال المتعدد الأشكال والمشترك بيننا في سبيل مصالح شعوبنا العربية والشعبين التونسي والفلسطيني. بعد 22 عام من المفاوضات من أجل المفاوضات كانت عقيمة، لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية على الشعب الفلسطيني، بينما إسرائيل لم تتوقف عن غزو استعمار الاستيطان للحظة واحدة. أصبح عدد المستوطنين في القدس العربية المحتلة 67 يزيد يفيض عن 350,000، وفي الضفة الفلسطينية 450,000، أي 800,000 مستعمر مستوطن جديد. تضاعف هذا بنهب الأرض والبناء الذي لا يتوقف عليها 8 مرات منذ اتفاقات أوسلو حتى الآن، بينما المفاوضات لا تنتج أي نتيجة إيجابية. ولذا نقول علينا أن نبني على ذلك ونتقدم بمشروع قرار جديد للأمم المتحدة، وهذا بحثته مع الأخ الرئيس، الاعتراف بفلسطين دولة عاملة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة البند United for Peace، متحدون من أجل السلام، حتى تصبح دولة فلسطين تحت الدولة عضو عامل بالأمم المتحدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير والاستقلال. كذلك سنذهب للأمم المتحدة بمشروع قرار جديد يدعو للحماية الدولية للشعب الفلسطيني بقوات دولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ومشروع ثالث جديد يدعو إلى مؤتمر دولي للسلام لحل قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ورعاية الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.